في لحظة من اللحظات تخيلت إن فريق أمون هيعرفوا يرجعوا تاني في المباراة. رانيا يوسف. رانيا يوسف. ولكن فريق أبو سمبل كان ليهم رأي تاني. المكسيك. المكسيك الهدف الذهبي. خطف الهدف الذهبي 25 نقطة وتقدموا وبقوا 105. أنا مبسوط بأدائنا النهاردة جدا، الحمد لله أن أنا قدرت أحرز الهدف الذهبي وأفرق شوية بالمباراة، لكن أكيد الماتش لسه صعب وباقي فقرة كاملة، وأتمنى أن إحنا نكسب الماتش. أنا عندي أمل كبير أن إحنا نخطف 25 نقطة ونتعادل ونرجع تلعب الماتش، كان هيفرق معنا جدا، بس الحمد لله وإن شاء الله نعوض في عجلة الحظ. يا ترى أمون هيعرفوا يركزوا ويخطفوا سؤال أو اتنين من عجلة الحظ، ولا أبو سمبل هيحافظوا على التقدم ويكسبوا أول 3 نقاط ليهم في المجموعة الرابعة؟